صبغ انت وخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب ايمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا اصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. القاعدة 27، قاعدة بستحوت لا قواعد في العقائد، الذبح بنية التقرب للمذبوح له وتعظيمه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فلا يذبح تعبدا لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا غيره. سربرين بنيتي تقرب بنيتي نزيك بونوا لويك حيواني بو سردبري ناكريت بو هيت ذاتك بكري الجقل ذاتي الله. فصلي لربك وانحر. پروردگار فرماني بدوشت كرت ليك آياتي كردا يكميان فرمان كردن بنويش فرمي لربك دعايش وانحر أي لربك، هم نويجد بو خوابه هم سربرينت بو خوابه. اگر بيتو نويج بو غيري خواب كيشي او شريكت بو خوادانا كواتا اي كبيتو نحر ذبح سربرين بو غيري خواب كي لسان شريكت بو خوادانا. نحر چي براكم وذبح چي هر دو چي اي مال كردي دا چك هيچ زمانك وكو زماني عربي دولمنت نية لو شدا زماني چي فراوان، يعني بو يكشت لواني دناوي هبت وبدش يواز بتواني تعبيري اللي بديتوا لازم انا كان يتردى ابو دشد لو انا يقنا وما نهبت. الخشيه والخوف والرهبه والخشوع والفزع او بينس وشموت عربي لكردي هذا لا ترس، يعني ترسان ترسان فلام لا عربي ذا فزع لقال رهبه لقال خشيه لقال خشوع لقال خوف هريكي جور جیاوازیه چی لە مانەکەی داهێ لەگەڵەوەیتر لە کوردی ئەوردەکاریەمان نیە. بۆیە براکەم تەماشا دەکەین، ئێمە دەڵێن سەربڕین، حەیوان سەربڕین. جا مریشکێک سەر ببڕی یا مەڕێک یا گایەک یا وشترێک سەری بڕی، لە عەرەبیدا بۆ وشتر ذەبح بەکار نایە، عەیبە بڵێ وشترێکی سەربڕی. دلين نحر إبلا وشتر نحر ذكري حيوان كان تر ذبح ذكرين بوشي دوتري نحر وشتر حيوان كوا أسانية تو بيجري تو لزويدة تو دي ولا عملي لي ذكما خوي بردقال لسورة حج دا بوي باس كردوين كا دبيت قاتي شابي وشتر كا دستي شابي دكات او چوار قاچی هی بلام دوی پیشو با دست حساب که جاهی یک پیشوی لای چپی دبه آوا بنوشتین دریتا و ببسترت استال سر چند پی وستا لسر سیان وستا و محش بو چی مبسته که انجا کسیک دیل تنیشتا و او هر با پی ویا خنجرک یا چقوی چی تیش آ بیری دادکات ملي وشتر دريجا بشي خواروي كلا دلي نزيكا خنجر چي پيادا دكات خوينه كي فرايا داور داور دا او وشترا سي لسر سي قاچا دكويت. فإذا وجبت جنوبها ككوتو ثابت بكوتو سرزوي انجا توا خويني درواتو انجا دين سري لدا كانوا بو شكو وشتر سر نابر دري بو چيش لا جيروي ملي نقل سروي ملي شكو امال دلي نزيك ترا ويزوخ وانا كيف رأي داو بمريتو، يعني
هزو توانيت يادان من توب كويت اما بيدو ترين نحر بلام حيواني تر ذبح وكباسي شكران يجي جيان باسكرا بو حكمي مثلا عقيدي وبيرو باوري وشرعي هردو شي دقريتوا استاك اخواي قرد فرمي فصلي لربك وانحر نويش تنهابو پروردگارد بكا وسربرين تنهابو پروردگارد كا ما بس تيوني بس كوشتريت سربري بو خوابي بلام كحيواني تريت سربري بو غيري خواش بدبنا استان نحر لي رذب حيش دقريتوا ام آياتوت فيردكات تيبقيت نحر وذبح حيوان سربرين بنيتي نزيقبونا ولو كسيبوي سردبري او عبادته وكو نويش چون صلاة نويش بس بو خواده كري بو غيري خوابي كشريك بو خواده انا نحر وذبحش عبادته عبادت استا قرباني ديت او خلقي قرباني دكات شي دكات ما بس تي چيا عبادت ما بس عبادت كعبادتك انا بكاك من دسم تنشيلو يغوش دكر متوزيعي دكم نا خدي سربرينك عبادته لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم باشا كواتا ذبح بنية التقرب سربرين بنيتي يعني نزيقبونا ولو كسا لو زاتا أو وبقبل داناني أو زاتا أو عبادته نابي بكري بوكاس نبي بوخوانا بيت قل إن صلاتي وشي ونسوكي نسوك يعني ذبح ذبح الذبائح أي محمد عليه الصلاة والسلام ومحياي ومماتي لله رب العالمين فيامل نواجهكم حيوان سربرينكم وجيانم ومردنم همو يبو خواي پروردگار لا شريك له شريكي نيه وغير اخوا ناجم ناش ميولا بيناوي غير اخوا بمرم محيا ومماتم ونواجه بو غير اخواناكم ونسوك حيوانش بو غير اخوا سرنابرم من ذبح لغير الله فقد أشرك هركس حيوان بو غير إخوة سربري شريشي بو خوادانا تقد نواج لقل نسوك بيكوا فصلي لربك وانحر نواجو سربرين قل إن صلاتي ونسوكي لسان نواجو حيوان سربرين بيكوا هناي ويتيبقى نواج عبادة تنها نواج نية عبادة أخوة برستي تنها نواج نية براكم كحيوان سردبري بو كسيك بنيتي نزيقبونه بقور داناني أو عبادة توبويدكي وثمان بنية التقرب والتعظيم أيتو حيواني ذكري ولا جيش نبا حيواني بكرين بمالو من دار صدي برين قوشتا كي بخوين وآسايا آسايا ميواني كدي حيواني كي بوسر برا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاتي ملائكة كان لشكل مروف وميوان شون بولاي جاء بذبح عظيم شو حيواني كي قوري بوسر برينو هنا بوسر كرنو بويدانان رزل ميوان دقري حيوان سر دبري قيناك بلان بنيتي لين زيق بونوو بقور دانان وكوچون ميستا لقرباني دا حيوان سر دبرين كمنالك خواه پيمان دادا لشكري خواه حيوانك سر دبرين ككجبه دوان سر دبري ككوربه كذا چي تحاج هدي حيوان سر دبريت كمخالفه يقدكي حيوان سر دبريت اوان عبادت نابي هاو شوي اوا ولا دچ مسر مرقدك وحيوانك سر دبرم نابت ام كار نابت ولا بو مولودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حيوانك سر دبرم نابي كاك وريابا دروزني براي برز ام كار دروزني بنيتي تقرب چوارشت معناها لو چوارشتا تي پرناكا چيچي استاوتم هر چوارشی لم چن روشه دا کوده بیتا و لججن چوار روشی ججن هموی کوده بیتا و اگر سیان یا کوده بیتا و منالی شبه و چوار العقیقه مر منال دوهم الاضحیه قربانی سهم الهدی اوی حاجی سری دبره چوارم یا چی الفیدیه فیدیه ونمون ایچی لمحضوراتی احرامی کردوه دلبرو حالای کد کردوه حیوان سر برا اما نیتی تقربه ناكرت غيري اوا توبيت
حيوانك سربري بنيتي تقرب اشتوانية قوشت حيوانك سردبري بنيتي ويقوش بدأي تخلق قيناكا قوشت توزيع دكم وخير دكم بخلق قوشت عندما قيناكا بس أصلي نيتي سربرينكا بل أم سربرينم بفلانشتي جغل وچوار نابت جغل وچوار بنيتي نزيق بونوو بقور دانان بنيتي تقرب وتعظيم أو جواز نابد. بوه فرموي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى بغير إخوانك رسالي بريد فلا يذبح تعبدا لا لملك ناكري بو باتشايك باتشايك أتو ديبرو لبرقاتي حيوانك سربرا ولا لنبي بو بيغمبر يجيش ناكري رسالي بريد نبو بيوتشاك يجيش نبو غير أوانيش ذبح برا كانم شوار جوري هي ياخد سي جوري الرئيسي الذبائح المشروعة والذبائح المباحة والذبائح الشركية الممنوعة أو سربرينيك مشروعة أويك على وجه التقرب والتعظيم لله أويك بخالصي بأخواتك جا قربانية هدية هرشي هي ياخد شي اويك مشروعة اويتو حيوان دك رسالي دبري حزل لقوشت ابو خود بو مالو منالت وليش اذا كيت خير بيك استا تو قوشت بزيع دكيت يا قوشت بو مالو منالت دابين دكيت او دروستا اي على وجه التقرب والتعظيم بنيتي اللي ينزيق بو نووبا قور دانان بو باتشايك بو سر كرديك دا صلاة دارك بيكي نابت بو جنك بيكي بو قبرك بيكي بو بيوچاكك بيكي نابت او همو شريك بو خوادانان خواه پنامان دا كسانك دا چن حيوان سر دبره لسر مرقدك بنيتي شفاي نخوشي نخوش يعني حيوان بو سر مرقدك دبا سري دبره دلش شفاي نخوشي او شريكي بو خوادانا اما كفر هر وكو نواجي بو او مرقده كربه و داوائي لها كربه شفاي دا اوائي استا نواجي بو نكر بلام حيواني بو سر بره درست نیه. جوری دوم، الذبح من اجل اللحم وتمان. انسان حیوان سر ببری با گوشت کهی. آو مباحه. ای حیوان سر ببری بنيتي لخوان زیبون و بخوا و خیره. و هندجار واجبه. هر کسی امکانیتی ها به قربانی بکه واجبه لسری بیکه. کات واجبه. لحجيت كإمكانية تبو حيوان سربري واجبة ماله مرة من دالة واجبة كإمكانية تببي كيت في دي أكد لسرة دببي كيت بيديت باش أي سربريني مباح كامية هو قضيك خيرني بو خود تشي حيوان وجه الفرح والسرور بمناسبة زواج أو مناسبة نزول مسكن جديد أو قدوم غائب ويذبح من باب إظهار الفرح والسرور بما حصل له. شيخ فوزان دفرم هذا لا بأس به، لا بأس به لأنه ليس فيه تعظيم لأحد ولا تقرب لأحد. حيوان سر ببريد كسيكد لسفرها توتو لخوشيات دي ورن سيشوار حيوان سر ببرنو قوشت بخوينو بيدين جيران منو قيناك على وجه الفرح والسرور بس على وجه التقرب والتعظيم نية أوا وكوت من كسيك ديتا مالت بقوري دزاني بشي لبر بي حيوان سربري أو نابت أو دروزنية يا بنيتي شفاء ديسان نابت حيوان خير بك صدقة شاكا صدقة كردن بلاو مصيبة لسر العددا بس بلي حيوان سر دبرم بونيتا أو مك
چون که جاران لع سردمی جاهلی دا دچون حیوانیان با جنو با بتکانیان سردبری با امیدی اوی شفای نخوشکانیان بدرت که واتا مسلمان پیوسته و ریابه استاوت من چی؟ حیوان سربرین بنیتی تقرب اگر بو خواب عبادتا اگر بو غیری خواب چیا؟ شرک دوهم حیوان سربرین بنیتی خواردنی گوشتکی بو خود درست هیچ چیش اگنیا بنیتی بشینوی گوشتکی خیر کردن با گوشتکی هر چیا؟ اوان سنت کاری چی باشه و خراب نیا جوری چی تر حیوان سربرین بنیتی اوی مهم تقربو چی نبید تقربو تعظیمی تیدا نبید باش قاعده دواتر برا کانم والحاصل استا اوی لی حالی بوین کسی اکد نخوشا بلی من حیوانک سر دبرم بوی چا بیتوا چونه دبید یا نابید نابید 100 کیلو گوشت بکرو توزیعی که دبید چند پاره تیبی که تخیر دبید بلام حیوان سر برین بنیتی شفای نخوش او وارد نبوا و الشيخ ابن عثيمين ده فرمى ما يفعله بعض الناس اذا نزل منزلا جديدا ذبح ودعا الجيران والاقارب هذا لا باس به ما لم يكن مصحوبا بعقيده فاسده كما يفعل في بعض الاماكن اذا نزل منزلا فان اول ما يفعل ان ياتي بشاة ويذبحها على عتبه الباب حتى يسيل الدم عليها يعني كسك ساريج تازه ذكر حيوان سرد بروخونه كيل دشبوله كيددا یا تازه خانوی تازه هی و حیوان اکثر دبره و خوانه که لبر درگا که در رجه طلا ولت چاو دمان پارزه لبلا و مصیبت لا خیر و برکت رومان تدکا نه او هموی غلطه هموی عقیده جاهلیت و دروز نیا مسلمان نابه او جور کارا نبکا و هر واحد فرمه شیخ ابن عثیمین فکل عمل صالح تتقرب الى الله فانه شکر فعلى هذا اذا حصل للانسان نعمه فانه يشرع له ان يسجد سجود شكر ولا بأس أن يتصدق أو أن يعتق أو ما أشبه ذلك من أجل شكر الله على هذه النعمة أما الذبح فقد سبق لنا أن التقرب لله بالذبح لا يجوز إلا في وقته والذي يتقرب به إلى الله من الذبح أربعة أنواع الأضاحي والهدي والفدية والعقيقة كواتا تبقين لو تشوارشت زياتر بنيتي تقرب حيوان سرنا بردري ولما هدفك أخو حيوان سربرينية هدفك قوشت ديدي تميوان القاعدة 28 لا تكون الرقية شرعية إلا بهذه الشروط دعاء كردن بو كسي چي نخوش يا كسي چي كتشاو ليداوا حسادت تأثيري تيكردوا يا جن تلبوسی پیکردوا دین رقیه شرعی بوده کن لکر دواری دل نشتی بوده کات اگر نسریت او حال واسری دچه تبابی تمائم باس من کروابو لبابی تمائم من علق تمیمتا فقد اشرک ای کن ننسریت او استا دعای چی بوده کات یعنی بو حال واسی نبه دعای چی بوده کات بو شفای نخوش به چاوزار به حسودی به جن به دلین کاتگ او دعایه او رقیه کاتگ شرعیه که او سمرجی تیدا بید یکم این کانت بکلام الله بچی بید دعا که با قرآن بید او با اسمائه و صفاته لا ایوه هیا بینوسا یا خود بناو صفاتکانی خواه بید يعني دعائك ذكي دواء يا اللهم اشفه أنت الشافي يا شافي اشفي مريضنا أو توسل بنابي خوادك دواء لنابي خوادك أو بي
صفاته أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كتور ب المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أو دعانيك لبيغمبر واتون عليه الصلاة والسلام بون منكسي كان خوشا دز دخات السر شويني نخوش يكي سيجار بسم الله بسم الله بسم الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ياخذ أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أوى جاء آية الكرسي بو بخواني أو كلام إخوايا فاتحة بو بخواني هر قرآن ودروسته معاوذتين بو بخواني دروسته سورة بقرة بو دخواني دروسته قرآن بو دخواني دروسته ياخذ أو دعانيك إستا لحديث تهاتو باس ماكر هر دروستا ياخد شي والأدعية والتعويذات المباحة يعني غير المأثورة يا هر دعايك بويبكي كمباح بيت يعني كتشينا بيت كحرام نبيت مباح بيت حرام نبيت ماله كواتا وكوشي أو دعانيك مباح وحرامنين يعني شرني إلا دعاك لقرآن دا هاتبه يا لشوي دا هاتبه يا لحديث دا هاتبه مرجنية إلا لقرآن يا لحديث دا هاتبه بلكو بون من نتوى دلي خواهي قبل بخاطرين أو جوانا كانت صفات برزة كانت شفاين خوشة كمام دا شفاين خوشة كمام ديت استا أم دعاية توكردن نقل لقرآن دا يونا لحديث إش دا هيا دروستا بلا دروستا چوك دعاكي تو چينيا دعاكيتو حرام نية دعاكيتو حرام نية ذكري دعاك بكين لقرآن وحديث دانهات في لقرآن وحديث يجدا دعاية بكاك أخوت تي دقيت أو أقرنجا نكتو هندي دعاء لبركدو أصلا نازاني مانا كي تشيا نا شتيك بلك أخوت لي حالي حاجتي خوتا داوكاري خوتا بيداويستي خوتا أو دعاية بكا كواتا مرجي يكم دعاكا لقرآن بي لحديث بي يا هر دعاية چي تربيكا بي شرعينا بي مخالفة شرعنا بي دوام مرجي لا إيو نسراوتي وباللسان العربي بنوسا أو بما يعرف معناه من غيره أو بما يعرف معناه من غيره أو بما يعرف معناه من غيره دعاك بزماني عربي به ياخذ بهر زماني كتير به كمانا كيرون بيت غير زماني عربي هر مانا هر شيء بهر زماني كتير به كمانا كيرون بيت لا كومالي الكتاب كان دابرا كانم او مرجن سراوة بزماني عربي به مرجنية هيج بلغيش قرآن وحديث نية تو دعا بنا خوش بكي إلا دبي بعربي بوي بكي نا بزماني خود بوي بككاك غير المأثورة كي او جغلا مثلا آية الكرسي بو بخوانا فاتحاي بو بخوانا او اندي تواند او دعاني لحديث داهي دعاي بكردي دعاي بو بك بكردي تو كردي بكردي دعاي بوبك فارسي بفارسي بوبك انجليزي بانجليزي بوبك تركي بتركي بوبك اسايه بلان بوچي زانايان فرموي انا بزماني عربي بيت بوچي بو اوي ماناكي رون بيت استجاري واهيا كابرا خوي عربا اوش كدعا كي بو دكهر عربا بلان كوملش تينوسي وتينا گيت نازاني چيا الوي او تلصمو رموزي سحري بيت بويتو انا بعربي بي بلام كبا كردي بي بزمانكي خوته بلام مشتكرونا استاها هنديك لو نشتو تما ايماني كدي خويني توا هنديك از ديهنه يعني بس خطو قوسو نازانم سهمو ايما تشيكا كما تشزمانكا نقطي بوناكن حج نقطي نية نازاني تشيوا تيناقي بويتو حراما دعاء كردن بمشي وازح حرامة جائز نية
مرجي سهم مع اعتقادي أنها مجرد سبب من الأسباب. دبي اعتقاد الشدوابة كمثلا هاتشيا أو دعائك بتودك للسبب أجينا شفاء لايجيا وإذا مرضت فهو يشفين كان خوش كوتم تنها خوا شفاء مددا فهو يشفين بس خوا كسيتر شفاء نخوش نادا نجي اعتقاد الدبوبة أها دش ملاي فلان ما مصطايا كاويكا غلطة بوي من دائما بو برانيك او خشكانيك انا خوش دكون يا توشي جن ومسي جني دبن يا تشاو يا حسودي في اندلم ما تشونا لا هيج ما مستايك وهيج كسيك وهيج مراقيك ولا منيش مين طبعا من هرنايكم بو تو اعتقاد دوانبك فلانكس شفايا كاك فلانكس نيه يكاو يكا فلانكس بردوت انا بولا فلان خلق اعتقادي واك الشفاء لا يأوى خطر ابرامو كاك اويك بود دخوينيت اما وسيليك اجينا فهو يشفين بس خوا شفا دادا كسي تر شفا نادا بخوا اگر 7000 مراقي كو ببنوا قرآن بخوينو دعاء بخوينن بو نخوشك تا خوا نيو شفا بدا شفا نادات بو اي او كسيك رقيت بودا كري اعتقاد دواب اما السبابا اعتماد لسر خوابه خواي پروردگار خوي مؤثرة خوي شافية نك أو درمانو أو علاجو أو دعايو أو رقية ما شبرا كانم كواتا حاليبوين رقية شرعي أو سيمرجي بيوستا لو هي كسيك بلي اشتاق لآلا دايا كمرقية كان داي كان أوج أويا هندي سورة دخوينن كهيج بلغي لسرنية كأم سورة بو أم نخوشية شاك بيت ايه ام كاريان دروستا يا دروزنيا چه پهم دالا ساك بلي سورة فاتحة دالين بلغي لسرا بقرة بلغي لسرا آيات الكرسي بلغي لسرا معاوذتين بلغي لسرا باش تو لخو توبون من سورة جني بسر داد اخويني بلغت شيا كاكا برايك دفرمي دروزنيا چيتر كاكا قرآن هم الشفاء بحش أما ولامك يعني دو ولام دلين أويك ولامي أمبر سياريا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وكل صحي مسلم داهاتوا صحابة رضا إخوة قرنوا دفرمي اما لسردمي جاهلية دا رقية ما اندكرت بو نخوشو بو معيونو محسودو فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك رأيتو چي سبارت بو رقيةيك ايما ديكين هر لكونوا كردو مانا رأيتو چي طبعا رأي شرع فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك فرمي بين النشان مدمزان چه دخوين ايو بو نخوش و بو حسود و محسود و اوانا نشان مدن باسيري كم هر رقيك ديكن قيناكا بمرج شرك نبه گناه نبه تاوان نبه شرك بخوادانان نبه كواتا الاصل فيها الاباح الاصل فيها الاباح يعني مرقيك تجربه كردو فلان سورة دخوينه لسر نخوش لسر ممسوس كاري قريب و سودي بيخوين قيشك لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا أو ما لم يكن فيها شرك تشانية يا بون من توجو لدعاك دكيت أسائية أصل تيايدا تشيا إباحية بمرجك وثمان شرك نبيتو مخالفي شرع نبيت باش برا كانوا أماش فايدة يتير ابن عثيمين رحمة إخوالي بدأ فرمي الرقى أربعة أقسام او رقياني كذكره او دعاء وشتاني كذكره بون خوش چوار جورا يكم ين ما جاءت به السنه فالرقيه به مشروعه مستحبه هل رقيه شرعي وتاويك للسنه دهات به للقران دهات به يا عمر صاصم كردويتي او بيك ويك ويك صد لصد اما بسوده دهم وما كان شركا او رقيك شرك به او حرام ودروزنيه او كان بدعه يا بدعيك به فالرقية به محرمة
وما كان دعاء مباحا لا شرك فيه ولا بدعة، لكنه ليس مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالرقية به جائزة. يعني هندي جور دعاء هنا القرآن لا حديث ناتو بلان بيتشواني شرع إجنية آسا يدا فرمي دروس تبي كانوا هيتشيشيك نيا. أما قاعدي بستوهشت، القاعدة 29، قاعدي بستونو مريتي التي كل من استعان بالشياطين والجن استعانة تعبد وخضوع فهو مشرك. هركسيك داوي يارمتي وفرياكوتن وبهانا وهاتن للشيطان كان وجنوك كان كات أو كسيشي مشرك. فالسحر والكهانة والشعوذة إن كانت تتضمن ذلك فصاحبها كافر مشرك. فرمي سحر فالقروي أو أجر أو جوري تدابي أو سخاونك كافرة ليرا هيج بدينا كان أم قصية تواوا. يعني السحر حياتي ككفر نبي وخاونك كافر نبي أما كفرة في كافر دبي دوم سيرك ونيا سيرك بيدلن سيرك ويا يعني في الكردنة كمهارتي كان هي كسحر أعين الناس في الله شايف خلق ذا كان باش. شافعي رحمة إخوائي قوري لي بي سبارد بساحر كبرسياريان ليكر آية همو ساحر كافرة وتيناد بيدلم صف لنا سحرك، سحرك يخوت من بباسك كسحرك استعانة بشياطين وجن كافرة كسحرك أو جور فيل وشتانب أو خاوني جناهي جوري وفاسقة بلام كافرنية. استا أوي جاي أسفا ملايو وتاريهيو يا إمامتي دكاو نجلم الكومال جنم هيا بكاريان دينم والله عين الضلالة أو بريقم رأي أبو بكر جني هبو عمر هيبو عثمان هيبو في عمر إخوة هيبو عليه الصلاة والسلام يا شو لقل جن دعوي كردن استاتو بيت بلي ولا من كومال جنم هيا بكاريان دينم معلومات بودينن تو كاهنيت ومزانا صاحب السنيت تو كاهنيت عرافيت او كاهنانيك شياطين جن بويندين خبر يان بودينن تو جلوانيت شيطان خلطان دويتي تو خد قمرابو بلام دتبع علاجي خلقيت بوي او مساله ابراكم هرچند هندك لاهل علم كم فتواي دابي با دروستيتي ام بابتا بلام غلطة غلطة هيچ بلغيه چي شرعينية كا دروست بيت استعاني انس بجن. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. سيريكا كا اوا السود لا يكدبين الانس وجن اوا روجي قيامت شوينيان دوزخ أخواب نامان دات شوينيان بهجنية. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم تي شفاء يا رهق فزادوهم رهق. أما برو رهق وبرو هلاك قمرابون أودد باوريابا ندخلتين البراكم كاكا شيخ الإسلام فتويدا ولو كله مجتهد له صواب وله خطأ عالمك فتوى اجداء فتوى الا شويني خوينيه بوش مقام ومنزلتي شيخ الاسلام تيمك مناكات يا هركس يشتر تماشاتك ان عالمك لمساله يكدا توشي زليك بو اتو ناكري بلاي ولا ما دام عالم فتوى دا من لسري درم حق منيه ناكري براك مريابه. خوي بيردغارد فرمي قل أأنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم
بيتامبلم شياطين جن شياطين بيتامبلم بوسر شي داده بزن بوسر كل افاك اثيم او الزور افاك دروزنا اثيم غنه بالا كواتا توي مسلمان خو افاك اثيم نيت كتا است امكارت كردوا والله من استعانه بجندكم او توبي لبك توبي لبك چكه ايشكيت ولا قال شي ساحر كان ومشعوذ كان تفرقي شي دبي تفرقي شي دبيت سدا لذريعه جائزنيه ودروزنيه وهروها كاريك محدثه سلفي صالح لان وارد نبوك جنيان بكاره نابي بو علاج وبو شفاء خلق لسلف وشتي وانا هاتوا بو انساني مسلمان خويلم كاره بدور بقريت چونك براستي كاري جي ترسناك وخطر بو عقيدكت وغالبا جوايك جن خزمتي انسناكا بمقابل بمقابل خزمت ادناكا كتقرب ينبوناكي باشتيكي حرام نايك بهرحال شيخ الاسلام ابن تيميه كاو فتواي اللي نقل ذكري جائز به فتواي تري اللي نقل ذكري ده فرميتشي ان الجن لا ينفع الانس الا ان يستمتع به ربنا استمتع بعضنا ببعض طلع ممكن نيا جن يارمتي انس دا بمقابل او استمتاع شيا جنك كومل اخبارت بيدلت كبوه كهانا كان دايبا ولبران برج دا انسيكا رئاسته مالو باريدز دكيت شكو هر نابين او ساحر جادوغر وكاهن وعرافانا چنك بارا لخلق دا چشنوا وهو چيو وهو او كا جنيك معلوماتي جي بيوتوا استاك او ساحرة او دجالة او معلومات بو نخوش دالي نخوش كدال بخوا ديار الراس تكاك ما طواوا اجينا چوني زاني او غيبي چون زاني او دالي غيبة كواتا دالي كاري جي باشا فإن في الإنس من له غرض في هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك فإن كان القوم كفارا كما كانت العرب لم تبالي بأن يقال إنه كاهن كما كان بعض العرب كهانا وقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وفيها كهان وكان المنافقين يطلبون التحاكم إلى الكهان وكان أبو أبرق الأسلمي أحد الكهان قبل أن يسلم يأخذ بيرقة وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن بل يجعل ذلك من باب الكرامات وهو من جنس الكهان خوي لمهم بو واد زانيت كراماته نازاني ويأويش دكال جنسي كاهن كان فهو من جنس الكهان فإنه لا يخدم الإنسية بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي بأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده إما في شرك وإما في فاحشة وإما في أكل حرام وإما في قتل نفس بغير حق إلا دبيتوشتك بقصي أو جنيان بكيت توشي حرامك كان أجينا بمقابلة وشيخ الإسلام دفرمي نادي بودناكن فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان ولهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهم وهم يأمرون السارق أن يسرق ويذهبون إلى أهل المال فيقولون فلان سرق متاعكم أمر بدزدك كابراي جنب جيد زيبك أدوارس يتلاقي خوان مال فلانك أزدزيلي كردوي شيطانك لسر شكل إنسانك جند توانه به سر شکل انسان طلا مالی فلانه که از دزیلی کردوی بوی فتنه و اجاو دروس کن فدل هذا وغيره على ان الواجب على المسلمين سد هذا الباب وان نجتنب هذا المنزلق الخطير من منزلقات الشيطان التي استزل فيها كثيرا من المسلمين والله المستعان زورق لمسلمانان بي خلطاون فنا بخواي پروردگار هيدا من جنيكم هي عمري هزار صاله خبري هزار سال برجستان بوديني سبحان الله سبحان الله في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام عائشة خيزاني لسفرك كلا يندابو لشوينك أيش لك جابك إخوة هات دروا وشو دزب أو بجينة تا هات ورويش تبون أو أندج لا شيء سوق بو يعني وزني قرز نبو
که کجاوکیان هل گرد بو برزیان کرده و سر وشترکه هستیان پی نکر کتی ایدانیا رویشتن پی عمری خواست آسم دروا آگای لینیه که خیزانی لگل یان نماو بجه ماولو سفره تا دگاتو مدینه نماو انجارا منافقین ویتیان فرصتا کبینیان دوای اوی که قافله گیشتو ناو شار انجا عائشه رضای خواهی گوری لی بسواری ولاخی که و صحابی چی جرش مکی راده چیشو هات نو ناو شار یعنی اوه چیا عائشه لچوه بوید منافقه کان انجا تومت یعنی ببلا کردو عائشه زینا کارا زینای کردو لگلو پیاو والعیادو بالله تا قرآن دا بزی نزی چی مانگک بیز دروش تا قرآن دا بزی پاچیتی عائشه درخست منافقه کان دیان هنو دیان برد ما بستم چیه أي أو جنانا لا شو يبون بين بفي غنبر بالله صلى الله عليه وسلم أمشت الدروية أصله أساسية إما دزانين قضية كوانية وش تي وانا بقول استاتوا لا شو يوم جنانة بيدا كردو معلوماتي وات بيدلن وات بيدا شو بلا مقابل ويا استعانة بجن دروست نية وهر مرقية تيش هر مرقية تيش أواني رقية بو خلق دكان كزاني تان لو بابة نصيحتي عن كان باتو بابكن توبب كانوا دزلوا كاره هالقرن كاري كي بشرعية مخالفين نصوص القرآن بفتوائي كي هلا ما خلت إبراكي من خد جمرامك وخلش جمرامك القاعدة 30 كوتا قاعدة بخوانين لا يجوز طلب الأمر المقصود ممن يدعي معرفة الأمور بأسباب خفية داوای شته چی مبستی خود لکس یک مکه که ادعای زانینی اوشته دکا بهوی هوکاری نادیار و نادیار لمروف نگل تاک مروف نادیار لمروف و بناء علیه فلا یجوز المجیء للكهنة والسحرة والعرافین والمشعوذین دروزنی بچی تلای فالگرو و ساحر و جادوگر و شوین هالگر و او جورشتانه دروز نیه بچه لیان شته چی لیون بوا دلش شوین هالگر هیا من دا چم پیم دلت چم پسیاره کم لیده که او دا زانه چی شتکه منی دزیوا یا شتکه مون بوا لچوه اما کفره دجاله چی ساحری کافر دیتا مالکات بتعبیتی آفرتان لما دا تیکوتون درگای بود کاته وره من لفنجان دا بختی خودت پیدالم یا لآوینه دا بختی خودت پیدالم یو کافره جوزانه چارو نوسی تو چیه وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کس نزانه بیانی چی رو دادا پیغمبر نزانه بیانی چی رو دادا علی صلی الله علیه وسلم استاد چون او کافره دا زانه تو لمستقبل دا واده بی تو واده که تو واده چه تو یا اوی به هوی برجکانه و او هموی ادعای علمی غیبه هموي كفرة ويبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما هركا سيبيت لا يجي لو كسانا كاهن وعرافه أو أنا إدعاء أو شتانا ذاكا بس برسياري اللي بكي باوري شي بينك يتشل روج لسريك دبي نواج بكيت نواج كاش تقبلني دبي بشكي ليش تقبلناك كان أيكي أو في كافر دبي فنا بخوا أيك من أتى عرافا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل إلى محمد شيء تلاقي كاهنة كبرسياري اللي بكيتوا براستي شيء دابني باوري في بكيتوا كافر وي ديت والله ما مصا من بوم دركتو فلان كاس سحري لي كردوم فلان كاس دزي لي كردوم فلان كاس چون تزاني خوشي من براي من چون تزاني والله چون ملاي كسيك بيوتم فلانا كسا آخر فلانا كس بأسباب خفية أم ظاهرة چون يزاني كبلا بهوي جنة ومن دي زانم أو السبب خفية أو كفرة بهوي جنة وبيزانت من جنوك كان بيام دلن أو كفرة أي أقر بلا بهوي بونمونا كاميري شارع وهبوها استا كاميرا كدري خستو فلانا كاس هاتو دزيكر قيناكا او السبب ايش خفينيه كاميرا يرسمي قلت وقيناك كواتاو رياب المراكانم تعامل لقل جنو لقل ارواحي خفيه وجورشتانا دروزنيه
ونابي بچين لاي أو جورة كسانا كادعاء علمي غيب دكان يا استعانة بجن دكان أوش فتوى لجني دائما. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبارك الله فيكم. وبال جيد توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحباه الله رضوانا.